عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. بوشان لوك مثل ما اسمها بدل، ما قلنا إلا نحطها على الحيط ونكبسها، وهي تعليقة كتير قوية بتحمل لحدود 5 كيلو، بتتركب على الحيط، على البلاط، على الخشب، على الإزاز، وحتى على الإزاز المبرغل. ما بقى في زوم نفخط الحيطان، بتغنينا عن المقدح وتركيبها كتير سهل، ما قلنا إلا ننظف الحيط ونحطها ونكبسها، ونسمع طقة صغيرة وبتصير جاهزة. فينا نعلق فيها تياب، شنط، سلم البيت، وبدل ما نفخط الحيط تنعلق بوزريعة فينا نستعمل بوشان لوك. فينا ننقلها بالبيت من غرفة لغرفة بلا ما ننزع على الأساس، كتير متينة ومكفولة مدى الحياة. فيكن تحصلوا على سات من 8 تعليق بسعر 46 ألف ليرة بس، وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا بس سلرة على 01 44 55 55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو، أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، ستريت برو الجديدة الأصلية هي الحل. بتمشي على الكهرباء، مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد تحمى كتير بسرعة، وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هاي ستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة وأكيد مكفولة لمدة سنة. فيكن تحصل عليها ب 58 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرب التخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى، وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببستلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل، أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكل الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة لا يقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هالساج ميكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر مناقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين، وحيلا شي بيخطر عبالنا بده فرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا شي مش وارد بالبيت إلا مع هالساج ميكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا، ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55.
إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي لينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 68,000 وللدوبل فيتراج ب 150,000، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تراستي كين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60,000، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخلي يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها ضو متحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتحصلوا على تراستي كين ب 60,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.